الموضوع الأول سنشاهد مقطعا لقاء أجري في برنامج الشروق مورنينج لهذا اليوم. المقطع انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، كيف لا، وهو يتحدث عن هيكلة سكنة عدل 3. ضيف البرنامج المدير العام للتعمير حكيم باي سرد تفاصيل كثيرة تجدونها طبعا عبر منصتها. المهم الفيديو الذي نقصده هو الذي جاء فيه على لسان المدير العام للتعمير أن بعض العمارات سيصل علوها لـ30 طابقا. نشاهد. أما فيما يخص تغيير في الطبقات فسكنات عدل 3 قد تصل إلى طابق زائد 30 في بعض المناطق وفي بعض الأخطاب الحضارية لأجل تسجيل معالم معمارية. نعم، إذا عدل 3 راح تكون تصل إلى 30، عمارات عدل 3 تصل إلى 30 طابق في الولايات، ربما حسب المنطقة الحضرية، يعني ما تقدرش تكون في الصحراء مثلا 30 طابق عدل 3. لا يمكن أن تكون في الصحراء ب 30 طابق. ما تكونش في العاصمة طابق واحد. نعم، هذا حسب منطقة سبقت وأن قلت حسب المناطق من مناطق الجزائر، وأيضا حسب دفاتر الشروط وأدوات التعمير المخصصة لهذه المنطقة أي الأخطاب الحضارية. 31 طابق كده R plus 30 إن شاء الله، يعني ريتشوسي زائد 30 طابق. إذن كما قلنا بقية التفاصيل تجدونها عبر منصاتنا على يوتيوب وبقية المنصات. نبدأ في التعليقات بنوردين الذي كتب: 30 طابق يجب أن تتوفر فيها آليات متطورة لإخماد الحرائق وتطابق البناء مع الزلازل لكي لا يترك المواطن عرضة للخطر. هذا النوع من المشاريع صعب تنفيذها حتى في دول متطورة مثل فرنسا وألمانيا رغم تطورها الصناعي، ولكن نتمنى التوفيق لكم ونتمنى أن يسكن الجميع. تعليق آخر لماهر الذي كتب: إذا صح رايحين يديروا 30 طابق لازم أول حاجة يفكروا فيها هي طريقة وصول الماء للطوابق العلوية. ياسين كتب: 30 طابق مليحة تكون في الولايات الكبرى، أما بعض الولايات ما نظنش، لازم تكون دراسة معمقة من هذه الناحية، وبالخصوص المصاعد لازم يكونوا تحت إدارة ليزاجو، والصيانة ما بعد البيع يكون تابع لوكالة عدل.